كمان الفنانين. عندنا الفنانة دانا حمدان استغلت وقتها واستغلت التيك توك وطلعت موهبتها في التقليد. طيب 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 يا سونسون، بص يا سوكا، انا اريد خبزا وحنانا او ربنا، بس ربنا اني خائفة من شيء ما. جايبها بالظبط يا فوزية. سيبيه يمسكها يا فوزية. جابت الريش ده كله منين؟ مش عارفة. مش بس كمان الفنانين، الناس العادية كمان استغلت التيك توك وحولته مش مجرد تقليد بس، ده اللي حولته الفن كمان. انت شايل اللوز قبل الجواز؟ ايه يا عبعاد؟ البيضة بتنزل مسلقان كأنها نازلة كده. ده عيب، احنا في الصباحية، امال في الأربعين هتعمل ايه؟ بلونه هنا ولا بتاع دي؟ وكني اوكلك بيه بايديك وانا اكل بيه يا ساتر. لو كتاب الله، كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقة. ايه وعمال تاكل ومستكرمني؟ المخرج قال له بتلف كعبي. فن بجد، ده حقيقي، ده انا حاسه ان انا الفنانه سهير البابلي قاعده قدامي. صح. كمان من اهم ومن احسن ومن اجمل الفيديوهات اللي انتشرت على الفيسبوك وهو ترند الحقيقه لبنت جميله جدا، هي مش فنانه ولا نجمه ولا حاجه، بس من خلال الفيسبوك بقت نجمه. اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه. نعمه ايه؟ ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس. يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي، الجواز يدوم شهر؟ ها؟ انا ليا واحد صاحبي قاعد متجوز 3 سنين يا حنفي. 3 سنين؟ اه 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بق ولا كلمه، الله اكبر كده. 3 سنين كده. ليه؟ 3 سنين في عيال يا استاذ بتستحمل. احنا بقينا هنتجنن عليه ابن 3 سنين كده، ما تهزش. 3 سنين متجوز. 3 سنين بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي. ولين عظام وكساح وحول سنة فظيعة. انت شايفة الرياكشنات؟ ممكن حد يكتشفها على فكرة والله. يعني الناس دي ممكن مبدع. فعلا حد يكتشفها لانها بتعمل رياكشنات طبيعية جدا، رياكشنات طبيعية، وفنان عندها حس فني وماشية مع الكلمة وحافظة المشهد. ده حقيقي، وحافظة المشهد بتعابير سمير غانم قدامي.